ابو غازي من اول اني احب الخط كل اسبوع قبل سنه كل اسبوع انا مع الخط هذا رايح جاء. انا اعلمك تراك ما كرهت الخط بس سبحان الله من كثر الاشغال وكثره فلوسك يا ابو المهام ما عاد تلحق في السيارات دوب تلحقها بالطائرات فهذه نعمه ترى. اي والله الله يبارك الحمد نعم احمد الله واشكره. اي والله الحمد لله واشكره. السيارات زانه من اول اخبرك من هنا كل ويكند بتعود لهم في دركسون الاكسن لا تصل. اي والله كرهتها ولا غيرت فيك شيء ولا غيرت فيك شيء. يوم الراجح قام يهدي الكرهتها سبحان الله. انت بس انت ما شاء الله الراجح عندك يهدر ولا ها ولا ها؟ فضلا من الله فضلا من الله اشكر الله وحنا في نعمه. العماير في تبوك خلصت؟ اسكت هذا العماير والكذب هذا اللي طاحن فيه انت واللي معك. الصرافه فوز 3 مليون 4 مليون وش؟ مشكلة اللي يروح معك ويكلم من يوم يمشي مع الطريق وهو يكلم. خلاص ما في مشكلة. اي ما في مشكلة عادي الوضع طبيعي. شلون مغلي؟ ليش تتكلم؟ نحن نسولف مع بعض ونطوي الخط وانت خلاص تتكلم؟ يعني ثلاث دقائق يا ابو غدير. خلاص خلاص.